مرة أخرى يعود المتظاهرون إلى الشارع. من مساجد متعددة خرج المئات بعد صلاة الجمعة للضغط على القضاء لتأكيد حكم المحكمة الابتدائية قبل سنة بإعدام كاتب مقال اتهم فيه بالإساءة للرسول الكريم. هناك من أجل الضغط على الحكومة الموريتانية لتطبيق شرع الله المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم والمخاطر وإعادة القضية للمربع الأول اللي حكمت فيه المحكمة محكمة الجنايات في نوادي بولا وهو حكم الإعدام ولاعب به في المرحلة الثانية. نريد أن يقتل وأن لا يدفن في مقابر المسلمين وأن لا يصلى عليه. عشرات الأئمة وعلماء الدين أصدروا فتاوى تؤكد وجوب إعدام هذا الشاب حتى ولو تاب، ومع أن بعض المحامين والمنظمات الحقوقية تطوعوا للدفاع عنه، لكن لا أحد من هؤلاء يبدو مستعدا لتبرير وجهة نظره أمام وسائل الإعلام. محرجون من المجتمع الموريتاني، هذا المجتمع المسلم المسالم المعروف بغيرته على الدين. الأمر الثاني أن الدفاع عن المتهم الخطير في قضية سب النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج كثير جرأة وشجاعة نراها تفتقد في الطرف الذي تبناه. المحكمة أجلت النطق بالحكم إلى 20 من الشهر القادم، ومع ذلك ما زالت المظاهرات تتجدد أسبوعيا للضغط أكثر على القضاء. سلطة القضاء تحت المحك اليوم أكثر من أي وقت مضى، فلربما هي المرة الأولى التي يحكم فيها الشارع بحكمه قبل حكم القضاء، ليس فقط بل ويحد من الخيارات أمامه. أبي زيد الوقشوط، الميادين.